السلام عليكم ورحمة الله، واش حوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكونوا متهنيين. اليوم راح نخيط معاكم باني، الحجم تاعها راح يجي كبير. يعني سبق درنا حقيبة صغيرة للأطفال يعني يحملوا فيها الأكل بقياسات صغيرة، وهذه راح تكون حجمها كبير بقياسات كبيرة، وترفدي فيها تحبي ترفدي فيها الأكل، تحبي ترفدي فيها مام الحوايج. نحتاجو السكاي ونحتاجو قماش تاع الدروات. الداخل راح نغلفها بقماش تاع الدروات، ومن الخارج راح نخدموها بالسكاي. القماش تاع الدروات راه يدير 20,000 للمتر، والسكاي شريتو ب 45,000 للمتر. هنا كما راكم تشوفوا القماش والسكاي قطعتهم كيف كيف، يعني نفس القياس. العرض تاع القطعة تاعنا فيها 56 سنتيم هذا العرض، والارتفاع درت فيها 52 سنتيم. هنا نطوي القماش تاعي على 2 من جهة العرض باش ندو قياسات تاع هذاك المربع باش نرسمو ولا نخدمو القاعدة تاع الباني. هنا راح نحي كما راكم تشوفوا، قلت لكم هذا المربع نحي هنا 7 على 7 سنتيم، ولا نقيسو 7 على 7 سنتيم بهذه الطريقة. نرسم هذاك المربع ومن بعد نقطعو ونرجع لكم. راح نبدا الخياطه. شوفوا راح نخيط من هذه الجهه ومن هذه الجهه، راح نخيط من الجهتين ونخلي فتحه في الوسط منين نقلبوا الباني تاعنا. هذه هي الفتحه اللي رايحين نقلبوا منها الباني. دوك راح نخيط هذوك الكوال اللي درنا فيهم 7 على 7 سنتيم، نخيطهم في زوج بهذه الطريقه. هذا راح يكون غلاف كما قلت لكم، راح نغلفوا به الداخل. بعد ما خيطنا هاد ليكوا كما راكم تشوفوا الغلاف تاعنا راه واجد، دوك نروحو نخيطو القطعه تاع السكاي. هنا القياسات كامل كيف كيف، يعني السكاي والقماش هذاك البنات اللي راح نديروه الغلاف للداخل نفس القياسات. نفتح القطعه تاع السكاي تاعي، نحط الوجه مقابل الوجه ونروحو نخيطو على الحاشيه كامل. يعني نغلق الباني من هذه الجهه البنات، شوفوا منا نزيد نخيطها من هذه الجهه ونزيد نخيطو من هذه الجهة، ومن بعد راح نخيط هاد ليكوا. دوك راح نركبو اليدين. اللي حابة تخدم اليدين بالسكاي، تحبي تخدميهم بالسفيفة هذيك اللي نخدمو بيها اليد تاع الكعبة، ولا تشري هذو جاهزين. هذو شريتهم من محل اللي يبيع السكاي في البليدة، مام يتباعو حتى عند الحوانت اللي يبيعو لوازم الخياطة. عندي لهنا قطعة تاع السكاي العرض تاعها 4 سنتيم، الطول تاعها فيها 10 سنتيم. راح نروح نخيطها، نطويها على 2 بهذه الطريقة. راح نخيطها من الجهتين هكذا البنات كما تشوفوا، رانا خيطناهم. هذو راح ندخلوهم في اليد تاع اللوح هذه، شوفوا ندخلها منا ونثبتوها على الباني. هنا في كل يد نحتاج زوج قطع، يعني معناها في اليدين في زوج راح نحتاجو 4 قطع كما قلت لكم. راح نحسب البنات من جهه الخياطه، نحسب 16 سنتيم. النقطة اللي درت فيها 16 سنتيم راح نحط فيها هذيك اليد. نزيد الجهة الثانية 16 سنتيم، دير نقطة، ومن بعد راح ندخل هاد السكاي في هذيك اليد ونثبتها على هذيك النقطة ونحكمها بهاد المساسك هذو. بعد ما ثبتنا هاد اليدين بهذه الطريقه، دوك نروح نفوت عليهم بالخياطه. كاين بزاف مشتركات تسقسوني على هاد المساسك، هذو البنات شريتهم من المكتبه، شريت الحبه دير الفرق. نجيو هنا للقطعه اللي رايحين نغلقوا بها الباني تاعنا من فوق.
هذه تحبوا ديروها قطعة واحدة ولا ديريها زوج قطع. لهنا العرض تاعها راح يكون على حساب الباني، فيها 56 سنتيم على حساب الباني، قلت لكم فيها 56، أما الارتفاع فيها 29 سنتيم. أول حاجة راح ندير رفيع للجوانب، خاصة اللي ما عندهمش السورفيلاج البنات، هكذا تساعدكم. ندير لها رفيع صغيرة من هذه الجهة، ونزيد ندير لها رفيع من هذه الجهة. وهكذا بعد ما خيطنا هذا الجوانب، دوكا راح ندير رفيا البنات، رفيا باش ندخلوا هذاك الخيط ولا هذاك الكردو. حندير اول حاجه رفيا صغيره كامل، ومن بعد ندير رفيا عريضه. العرض تاع الرفيا هذه راح يكون فيها 2 سنتيم. هذه منين رايحين ندخلوا هذاك الخيط، دوكا انا نخيطها. هنا بعد ما درنا رفيه للعرض تاع القماش، هذا هو عرض القماش كامل البنات. انا درتها لهنا قطعه واحده، راح نحط الوجه مقابل الوجه مام هذيك الرفيه اللي درناها على الجوانب، رفيه رقيقه كامل. هذيك راح تساعدكم خاصه اللي ما عندهمش ماكينه السورفيلاج. دوك نحط الوجه مقابل الوجه، راح نخلي هذا الفتحه البنات، شوفوا هذه الفتحه منين ندخلوا الخيط نتاعنا. نبدا الخياطه منا، ندير بوان داري البنات ونكمل نخيطها كامل. بعد ما خيطناها خلينا هذه الفتحه منين راح ندخلوا الخيط، كيما راكم تشوفوا هذه هي. هنا نطوي، نزيد نطوي القماش تاعي بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. انا راح ندير خياطه من الجانب هذا البنات باش نحدد المنتصف. الخياطه مش راح توصل لهذاك لهذيك الرفيه اللي درنا فيها 2 سنتيم. هذه هي الخياطه اللي درناها باش نحدو غير المنتصف، ما لحقناش يعني لهذيك الرفيه هذيك. دوك راح نجيب الباني قطعه، اول حاجه نبداو بالسكاي ندخلها في هذه القطعه البنات. الخياطه راح تكون ولا هذيك الرفيه اللي فيها 2 سنتيم راح تكون من الاسفل. نبدا نحط الخياطه مع الخياطه، نبداو على الجوانب الخياطه مع الخياطه. من بعد راح نجيب القطعه الاخيره، هذا الغلاف كما راكم تشوفوا اللي خيطناه في بدايه الفيديو. شوفوا الخياطه راح تكون على برا، نحكم هذا الباني نطويها بهذه الطريقه وراح ندخلها للداخل. راح نحط الخياطه مع الخياطه البنات، نحكمها هكذا بالمساسك. بعد ما حكمناهم كامل بهذا المساسك كيما شفتوهم، حكمنا الجوانب اول حاجه الخياطه مع الخياطه، ومن بعد حزدنا حكمنا في الوسط. دوك راح ندور معاهم كامل بالخياطه. بعد ما درت معها كامل هكذا بالخياطه، دوك راح نقلبها من هذه الفتحه. بعد ما قلبناها خيطنا هذيك الفتحه اللي جايه في الغلاف، دوك راح ندخل هذاك الغلاف للداخل مام حتى القطعه اللي فيها 29 سنتيم البنات. هذه راح نديروها باه نغلقوا بها الباني، ندخلوهم كامل للداخل بهذه الطريقه. ومن بعد رايحه نروح نخيط الدائره تاع الباني ولا الحاشيه هذه كامل، ندور معها الدائرة كامل، ندور معها بنصف سنتيم ونرجع لكم. وهذه هي بعد ما خيطناها، دوك واش راح ندير؟ راح نجبد هذا القماش اللي درنا له رفيه. عندي هذا الكوردو البوبينه تاعو دير 12000، قلت لكم فيه كامل الالوان. راح نقطع خيط فيه متر ونص، متر و50 سنتيم. راح نستعين بهذا المساك ندخل الخيط من جهه ونخرجه من الجهه الثانيه.
بعد راح نجيب هاد الكويرات تاع اللوح ولا كويرات تاع بلاستيكي، راهم يتباعوا فيهم انواع البنات. كما قلت لكم هادو شريتهم بالميزان، هادو شريتهم بالميزان. راح ندخل الخيط في هذيك الكويره، ومن بعد راح ندير لها عقده هكذا باش ما تخرجليش هذيك الكويره، ومن بعد نرجعوا البنات ونوري لكم الباني تاعنا جاهزه. هذه الباني تاعنا بعد ما كملناها شوفوا خرجت بزاف هايله. سكاي هذا هايل البنات، جاي خشين حاجه صحيحه. هنا الغلاف درنا من الداخل بقماش تاع الدروات، اللي حابه تخدم بالبولي بوند يعني على حسب واش كاين ولا واش متوفر عندك. هذا الباني تقدري ترفدي فيها ماكله، تقدري ترفدي فيها مام تروحي لداركم تدي فيها يعني حوايج، يعني حاجه شابه بزاف. سكاي تاعها خشين جاي ما شاء الله. ودرت هذه متوسطه الحجم كما راكم تشوفوا، خرجت هايله. اليدين درناهم بالسكاي شوفوا كيفاه جاوا واقفين. درت وحده ثانيه اليدين تاعها بالسفيفه، خرجوا كامل شابين ما شاء الله. القياس يعني قلت لكم القياس اللي درناه اليوم كبير يرفد. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاع اليوم كان خفيف ظريف عليكم واستفدتوا معايا. اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم البنات ما تبخلوناش باللايك بالبارطاج مع احبابكم مع ناسكم هكذا باش كامل اخواتنا يستفادوا. نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فانت له. تعبت مني فكم اسرفت اتعبه.